في هذا رمضان درت مجهود كبير باش نفرح الناس، وهذا المجهود سالب أنني اكتشفت بزاف ديال الحوايج، منهم أنني أنا اللي خرجت فرحان، حيت ملي كتفرح الناس كتسالي أوتوماتيكمو بأنك أنت هو اللي كتفرح. في الأول جربت أنني نعطيهم هدايا وطلبت منهم أنني نفطر عندهم، وكانت هذه الأجوبة ديالهم. إيه مرحباني فين واش تعطيني شي حاجة ولا تدينا إيه اللي غنديكم تفطروا معايا فين فين نفطروا معايا فطروا معايا هنا في النعالان الله يرحمك واش باغي باش تفطر اه باش تفطر انا غادي نخوي نسكنوا انا ما جيت انا مرحبا بك الله يقلدك والله انت عارف اللي كاين بنتي ليا ولد الخير حنا اللي كنديروا الدنيا مرحبا نيت الدار الله يحفظك انت غتفطر انت غتفطر وصافي ماشي مشكلة ريح عليها راه تخرجوا ماشي مشكل الله يحفظك الله يرحم لك الوالد ساكن هنا انت هنا اهلا ملي كيوافقوا انهم يستضيفوني طبعا ما تنحرجهمش ونمشي عندهم، ولكن في نفس الوقت كان كافئهم بهديه اللي كانت عباره عن شي حاجه اللي كتعاونوا في الدار. من بعد بزاف ديال الناس كتبوا لي تعاليق باللي من الاحسن نعاون الناس بالفلوس، وهذا الشيء اللي درت. جربت الفكره ديال انني نخلص على الناس الكريدي وكنمشي عند مالي الحوانت وكنقول للناس باللي شريت الحانوت وخاصكم تخلصوا لي الكريدي، وردود الفعل ديالهم كتكون عباره عن صدمه، خصوصا انهم ما معولينش يخلصوا هذيك اللحظه. السبت راه بزاف عليا ما غادي تجيبهم بزناف ولا وخمسه دفهم وعلاش تسلف فيهم لا ما عنديش انا كنمشي يوم نخدم يوم لك تمريضه ايوا اش نديرو دابا وا دي بان لك ليك سيست سيرو عسير صافي هذيك 50 ريال الله وانت الشريفه راه لا البساعي وساعد دابا راه غيبيع عليا المحل لا كساعد ناي وانا نبعت المحل ويلي خاص كريدي تخلص انا كنت معامل معاه هذا معامل معاك دابا واش على ضمانك كساعد على ضمانتك على ضمانتك هي شوف راه ماشي مشكل نبقى نتعامل معاه انا دابا هي مسكينه كتقاتل مع الوقت وصامنه عندي ولدي مشدود ليا ندير انا ما عنديش وعاصبر عليا يوم من هنا كتقاتل وعاقش ببلاص راجل ما عندهاش راجل الراجل الامانه نشوف ايه علي انا شويه انا الله بدي مع كل شيء شحال ديال الوقت يخرج رمضان خرج رمضان 15 يوم حبيبي واو شنقول لك حيت واحد باغي ندخل فهمتي وين فكوا قبل رمضان هنا هذا هو اللي كان انا جيت من الاخر العام كتخلص هو مع اول الوقت اللي مع اول عام رضا الوقت اللي محناتك صعيبي وراه اش نقول لك اخويا كلشي تمحل بهذا الوقت الله يبارك فيك وبنتك اش ما يمين شنو شنو والله هو تصافي هذا من مره قدام مره نريح الله يسهل ومن بعد كنفاجئهم بان الكريدي ديالهم خالص ومعه تقضيه ديال رمضان ردود الفعل ديالهم ما يمكنش تخيلوا شحال كانت كتفرح مرحبا بك ها جرى الكريدي مخلط على الورقه دابا اخويا سعيد الله يحفظك وليدي الله يحفظك هانتي وخا تكوني في الضيف وعطيت القضيه اللي قلت لك الله يحفظك هانتي هي التقضيه ديالك هي التقضيه ديال معك الضاع القضيه ديالك صحيح الله يزاد يزيدك غادي راه يا ديك قلب الله يخلف اخويا الله يحفظك الله يحفظ الوالد يعني المهم انا راه ضحكنا الله يحفظك انا راه جيت عندو قلت لي شي مره شنو كاين قال لي راه هكذا قلت لي جيبها لي باش عرفتي انت راه داكشي ديال الخطا سير الله يسهل الكريدي ديالك خال واحد الفيفه ديال غنجمع لك هي ديال الوليدات داكشي مكتوب لك الله يسهل عليك الله يسهل اسمح لنا راه ضحكنا معك الله يحفظك لي اخويا الله يسهل امور من بعد قررت انني نكسش وليدات باش نختم رمضان باكبر عدد ممكن من نشر السعاده وتلاقيت بهذا السيد اللي كيبيع الشوكولاط اللي بالمناسبه عاود لينا القصه ديالو في فيديو اللي غادي تلقاوه في الصفحه نفس الحاجه عاود درتها في اخر نهار في رمضان وهذا السيد كانت هذه ردة الفعل ديالو كسيتي ولا باقي العيد باقي والله سيدي لا باقي ها فلوس سير الله يسهل عليك الله يخلف عليك الله يسهل عليك الله يخلف عليك الله يحفظك الله يخلف عليك الله يحفظك انت ولد الخير الله يحفظك الله يسهل عليك الله يحفظك انسان اش تجي ويقول قصدك ونقول لك عطيني فطر انا اللي كره نقسمو معاه هذاك الشيء اللي كاين خلاصه في هذا رمضان خرجت بزاف ديال الاستنتاجات واهم استنتاج فيهم ان ربي الا عطاك شي حاجه ما تخبيش على الناس حيت وسط من رزقك كاين ارزاق ديال بزاف ديال الناس انت مسؤول انك توصلها لهم
وماشي كتمنى اليوم حيت هذا واجب ديالك. هادشي اللي كان في فيديو ديال اليوم، نشوفكم في فيديو الجاي. تهلاو.